بالنسبة للمجلس الرئاسي الاستشاري، لأن أنا متأكد طبعا كلكم هتسألوا على هذا. وأنا سعيد الحقيقة، وكان لي الحظ إن أنا أتقابل مع السيد الرئيس وأشوف الرؤية يعني بالنسبة للسنوات القادمة بالنسبة لمصر. واحدة منها المجلس الاستشاري، بس أنا عايز ما يكونش فيه خلط في هذا الموضوع بالذات مع الإعلام. أولا، المجموعة الحالية في المجلس الاستشاري كما أخبرنا الرئيس الجمهورية هي نواة، نواة يعني في المستقبل سوف يضاف لها بعض الخبراء وبعض العلماء في المجالات اللي الدولة هتشوف إنها مهمة بالنسبة للرؤية القادمة. النقطة الثانية، إن الحقيقة الناس دي كلها اللي بتشتغل هناك، بتشتغل على البورد ديت، لا مدفع لها أجر ولا واخدة وظيفة في الدولة بهذا الموضوع، ولكن هي تقديم خدمة للوطن لا أكثر ولا أقل، خدمة استشارية في دراسة مشروعات ومشاكل تهم الوطن الغالي مصر. وطبعا وجود العقول دي كلها والخبرات دي كلها هيؤدي الى طريق احسن على الاقل. وانا بعتقد دي اول مره تحصل في مصر ان رئيس الجمهوريه بيستعين بعلماء وخبراء في اتخاذ القرار.